تكاليف يعني متعددة الجوانب على الجزائر تحملتها بسبب تدهور الوضع في ليبيا، ولذلك ربما تسارع الأحداث في اليومين الأخيرين. الآن يعني تم إنشاء فرق عمل بين وزارتين الداخليتين في ليبيا والجزائر للتكفل بالقضايا المتعلقة بتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية وغير ذلك من المجالات المرتبطة بالأمن القومي. إذن لا يمكن الحديث عن تنمية المنطقة الحدودية أو التحدث عن تبادل تجاري دون توفير الأمن والاستقرار. إذن هذه مسألة جوهرية انتبه لها الطرفان لتشكيل قاعدة لإنجاح هذا المسعى. الآن ربما المشكل الأخطر من ذلك أنه في ليبيا ربما هناك مخاوف من استغلال الجماعات المسلحة والإرهابية لمنطقة الصحراء، ولذلك ربما الليبيين يراهنون كثيرا على الجزائر في إمكانية توفير الدعم اللوجستيكي وتكوين كل أنواع الدعم للحيلولة دون إمكانية أن تكون هذه المنطقة منطقة فارغة بحيث أنها تكون مرتع لظهور جماعات، وهذا ما يشكل خطر على ليبيا وعلى كل المنطقة. إذن المصلحة المتبادلة بين الطرفين تدفع بهما للتفكير الجاد والعميق في كيفية تحييد كل العوامل السلبية التي يمكن أن تؤثر سلبا على أمن البلدين.